بسم الله الرحمن الرحيم. زملاء الأطباء البيطريين، إخواني مربي الدواجن، إخواني المواطنين، اليوم أكلمكم عن مرض إنفلونزا الطيور. حقيقة مرض إنفلونزا الطيور بمجموعة عتر، مرض تنفسي يصيب الدواجن. ظهرت عندنا حالات في صلاح الدين حاليا في الهاي سكس براون، الدجاج الأحمر. شنو هذا المرض؟ شنو تعريفه؟ كيف السيطرة عليه؟ منين يجينا؟ مصدره؟ راح أوضح لكم بشكل مختصر. هذا المرض التنفسي يصيب الجهاز التنفسي للدواجن، يسبب طبعا كعارات تنفسية مثل القحة، وجود سوائل من الفم، من الأنف، وكذلك لاكرينيشن يعني الدموع من العين. هذه طبعا علامات تنفسية، يسبب نفوق الطير بشكل مفاجئ. أنواع من هذا الفيروس، حقيقة أنواع من هذا الفيروس عتر. هناك عتر مميتة مثل H5N1، وهذه ما موجودة أساساً بالعراق. الموجودة بالعراق حالياً H5N8، وهذه عترة بس تصيب الدواجن ما تنتقل للإنسان. رجاءً لا حد يتعرض هذا الموضوع. إحنا شنو إجراءاتنا كدائرة بيطرة؟ وشنو العوامل اللي هيئت للإصابة بهذا المرض؟ نقول الموضوع أو كذا، لا يزال العراق نظيف من إنفلونزا الطيور، لكن قد يكون مصدر الطير المستورد يكون ملون. هذه واحدة. عوامل تنقل هذا المرض ممكن الطيور المهاجرة، مثل ما لاحظنا إنه بعض الطيور تجي من مناطق مصابة قد تنقل الإصابة للحقول الدواجن، وباقي الطيور يعني مو شرط الهاي سكس براون، ممكن أن يكون الوايت ليكورن أو الشيبر، هذه كلها دجاج بياض ممكن أن تصاب، وممكن أن يصاب اللحم. هل المرض ينتقل للإنسان؟ لو كان مرضي ممكن ينتقل عن طريق اللحم والبيض وهذه مشتقات الدواجن، لكن الطبخ الجيد والنظافة الجيدة كلها هذه تقتل الفيروس. الفيروس يسبب هلاكات مفاجئة، علاج إلى ما عدا علاج. H5N8 سجل في صلاح الدين. الحقيقة مصادر انتقال المرض حددت، قد يكون الطيور المهاجرة هي اللي نقلت الإصابة، أو قد يكون مصدر الطير من جهة غير نظيفة، ممكن يكون مصاب. احنا كدائرة بيطرة شنو اجراءاتنا؟ اجراءاتنا السريعة، اولا بالنسبة لنا مستشفى بغداد البيطري، بدينا اول شيء نمنع انتقال الطيور الدواجن من المناطق المصابة الى بغداد. هذه وحدة، ممنوع دخول الطيور او الدواجن الى محافظة بغداد. اثنين، نشطنا لجان الكشف والتحري في مستوصفاتنا، الحقيقة هي نشطة اساسا نشطة، ولا توجد اي بؤرة مرضية في مستشفى بغداد، ولا نسجل اي بؤره مرضيه حاليا. عندنا كشف الرابيد كيتس تيست، هذا موجود بامكان كل مستوصفاتنا ان تجري هذا الفحص. شنو الاجراءات اللي لحال الظهور اصابه بالانفلونزا الطيور؟ اول شيء احنا ناخذ مثل ما الاجراءات ان ندفن هذا الطيور او نحركها، ندفنها بعد نضيف عليها مواد مطهره، لما ندفنها خلصنا عليها، تطهر الحقل، يمنع صاحب الحقل من الانتقال الى الحقول الاخرى، نمنع حركه الحيوانات في المنطقه. حاليا كل الطيور الموجوده والدواجن والبيض نظيف خالي من انفلونزا الطيور، ثم هذه عتره لا تصيب الانسان. نحن فقط نخاف من شغله واحده، هي ان تصير تغيير انتيجيني بالسلسله الوراثيه للفيروس، ممكن يجينا يعني جيل صعب، يمكن ينتقل من إنسان، ممكن ينتقل من إنسان لإنسان. هي هذه خطورة المرض. حاليا المرض مسيطر عليه في دائرة البيطرة، العمل المتواصل في مستشفيات البيطرة، مستشفى بغداد تقدم كل الخدمات، وطمنكم ماكو أي إصابة. شكرا جزيلا.